امبارح في اليوم الثالث والاخير من مؤتمر حكايه وطن تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات وزاره الداخليه. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا الفيلم التسجيلي ونرجع مره تانية. من 2011 ل 2013 اتعرضت مصر لفترة عصيبة جدا، توغلت فيها قوى الشر وخرجت من الجحور، وسجلت مصر معدلات جريمة عالية جدا. ومن 2011 ل 2014 سجل الاقتصاد المصري خسائر ب 450 مليار دولار. الإرهاب كان حوالينا في كل مكان. وكان التحدي كبير. ضحينا فيه بالعديد من المصابين والشهداء عشان يرجع تاني الأمان لأرض مصر. وبالفعل نجح جهاز الشرطة في ملاحقة العناصر الإرهابية وضبط معسكرات تدريبهم وكشف هياكل الجناح المسلح لأهل الشر. ولأن هدف استعادة الأمن للشارع المصري كان أولوية، اعتمدت الدولة المصرية رؤية أمنية قائمة على التحول الرقمي في كافة مجالات العمل الشرطي، من خلال تطوير وإنشاء أقسام ومراكز الشرطة مع تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع لحفظ الأمن. وتوفير سيارات التحقيقات المتنقلة المجهزة لتلقي البلاغات، كما شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية في منظومة العمل الأمني عبر تطوير المواقع الشرطية وتدعمها بأحدث التقنيات التكنولوجية. وتم تطوير عدد كبير من أقسام الشرطة ووحدات المرور، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء نقاط الشرطة على مستوى المحافظات وتطوير عدد كبير من المقرات، والتوسع في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق. وإيماناً بحقوق الإنسان تم تطوير العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وإلغاء السجون القديمة واستبدالها بمباني مجهزة بأحدث الإمكانيات زي مراكز وادي النطرون وبدر للتأهيل والإصلاح والارتقاء بحقوق الإنسان. قضينا على الإرهاب ورجعت الحياة الطبيعية لأراضينا، وأثبتنا للعالم كله إن مصر هتفضل بلد الأمن والأمان. يعني مصر هتفضل بإذن الواحد الأحد هي بلد الأمن والأمان، أكيد مفيش شك في ده، وده اللي ذكره القرآن كمان. لكن خلونا نقول إن مفيش شك إن الفيلم اللي احنا شفناه النهاردة عن إنجازات وزارة الداخلية ده بيأكد الجهود الكبيرة اللي بذلتها وزارة الداخلية، والتضحيات أيضا الكبيرة اللي يعني تم التضحية بها من خلال عدد كبير من الشهداء، شهداء رجال الشرطة البواسل لإعادة الاستقرار والأمن الداخلي مرة تانية. وده اللي احنا شفناه من خلال المشاهد اللي كانت بتأكد قد ايه كان في موجة من الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني واستهداف مؤسسات الدولة اللي حصلت خلال الفترة اللي عقبت 2011 تحديدا، واستهداف كل مقدرات الدولة ومنشأتها تحديدا. حقيقة أحمد، وزارة الداخلية كان ليها دور كبير جدا في مواجهة هذه الموجة الإرهابية وتحقيق الأمن الشامل. الحقيقة أنه إذا كان الوضع الداخلي مليء بالتحديات بعد 2011، فالوضع الخارجي والسياسات الخارجية لم تكن أيضا في أفضل حال.